جسمه قوي وعيناه كبيرتان، فكه العلوي طويل ومسطح بشكل يشبه السيف. نعم، إنها سمكة أبو سيف. جسم هذه السمكة ليس به قشور، كما أن أسنانها تختفي في الكبار منها، لكنها موجودة عند الصغار. ذيله يتشكل حتى يصبح هلالي الشكل في الأطوار البالغة منها. لكن انتبه، فهو يشبه إلى حد كبير أسماك المارلين والأسماك الشراعية، والاختلاف يكون في الزعنفة الظهرية. الحجم: طولها الشائع ما بين متر إلى مترين، ويصل وزنها إلى 160 كيلو جراما. أكبر سمكة تم اصطيادها كان طولها 4 أمتار و55 سنتيمترا، ووصل وزنها أكثر من نصف الطن. السيف: سيف هذه السمكة قوي ويبلغ طوله نصف طول السمكة تقريبا، وتستخدمه كسلاح للدفاع عن نفسها ولطعن فريستها. إلا أن العلماء اكتشفوا بعد إجراء أشعة كهرومغناطيسية عليها أن منطقة اتصال السيف بالجمجمة ضعيفا، مما يجعله سهل الكسر. كما اكتشفوا وجود غدة في تلك المنطقة تقوم بإفراز الدهون، وهذا بالإضافة إلى شكل السيف الإنسيابي الذي يقلل من مقاومة الماء لها، وهو ما يفسر سرعتها العالية، إذ تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة. القيمة الغذائية: تحتوي كل شريحة من سمك السيف النيء بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية، كما هو موضح في الجدول أمامكم. العمر: تعيش حتى 15 عاما. الموطن: توجد في جميع أنحاء العالم في البحار الاستوائية والمعتدلة، وأحيانا تعيش في البحار الباردة. السلوك: يعتبر من النوع المهاجر والعدائي جدا، ولا يشكل أسرابا. شكرا على مشاهدتكم.